ثم خاتمته، خاتمة الوليمة، مسائل الوليمة. الوليمة لعرس سنة مؤكدة للزوج الرشيد وولي غيره من مال نفسه. أولا ذكر حكمه سنة مؤكدة. وليمة لعرس، عرس، وهنا المراد به العقد، العقد والعقد هنا. العرس يطلق على العقد وعلى النكاح، يعني على الجماع أيضا. عرس يطلق على عقد النكاح أو على الجماع. وفي هذه العبارة المراد به العرس يعني العقد. لماذا؟ ويذكر الوقت فيما بعد، بعد العقد. بعد الدخول أولى، ثم قبله وبعد العقد يحصل بها أصل السنة. فإذا هذا وليمة العقد، عقد النكاح. ثم هذا وليمة عامة، يعني أنواع كثيرة وليمة هنا للعرس، وكذلك للدخول للوطي أيضا، وكذلك يعني للقدوم من السفر، وكذلك لختم القرآن، وهكذا يعني لكل فرح يسن، هكذا يعني حكم عام. وهناك بين الفقهاء أسبابا خاصة، مناسبات خاصة، ومع ذلك يسن الوليمة لكل فرح. من يفرح فليولم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ورد في الحديث. من له فرح فيعطي الوليمة، هكذا. فإذا هنا يذكر يعني وليمة العرس، يعني عقد النكاح، سنة مؤكدة لمن للزوج الرشيد. فإذا لو لم يكن الزوج رشيدا فإذا يسن لولي غيره، يعني غير الرشيد، هكذا من مال نفسه، يعني من مال وليه، مال نفسه، من مال نفس الولي له يسن، ليس من مال هذا الغير الزوج، لا ولا حد ليقلها. فإذا لو أولم على ولي الزوجة أو أحد يعني أبو الزوج أو رجل أجنبي، نعم، لو كان بإذن الزوج يقضى هذه السنة، هذا الندب يقضى، وإلا لا يقضى. لأن الزوج ليس بمعين، بل يسن عليه أصالة، يسن له أصالة، ثم يمكن تردية هذه السنة بوليمة غيره، نعم، يتولى بعد أصدقائه بوليمة نكاحه تماما يولم، هذا يتردى به هذه السنة، نعم. ثم ولا حد لأقلها، أقل يعني أي شيء كان، أي طعمة كان يعتبر أقل، لكن الأفضل للقادر شرط، نعم. ووقتها الأفضل بعد الدخول، ووقتها الأفضل بعد الدخول للاتباع. فإذا بعد النكاح والدخول هذا هو الأفضل، نعم. بعد الدخول يعني عقب الدخول هذا هو الأفضل، هكذا عبر في التفاعل بالعقد. فإذا للاتباع وقبله، يعني هذا النهار الذي يتلو ليلة الوطئ والدخول، ليلة الزفاف، نعم. وقبله وبعد العقد يحصل بها أصل السنة، يعني قبل الدخول بعد العقد يحصل بها أصل السنة، يعني لو كان قبل العقد لا يحصل به أصل السنة هذه الوليمة، نعم، هذا وليمة العقد، وليمة العقد بعد العقد. والمتجه استمرار طلبها، ثم بين أول الوقت ثم آخر وقت الوليمة يبين. والمتجه استمرار طلبها بعد الدخول وإن طال الزمن، نعم، كالعقيقة أو طلقها، أو طلق إن طال الزمن أو طلق زوجته، هذا يبقى إلى موته، يبقى زوج تزوج ثم لم يولد بشيء حصل، فإذا يبقى هذه سنية الوليمة إلى موته، نعم. والمتجه ثم وهي ليلا أو لا، ما الوليمة ليلا أو لا، نعم. لماذا؟ هذا لأجل السنة، وكذلك هناك في الوليمة يجتمع الرجال والنساء، هكذا كذا، فإذا لأجل الستر من الظلمة عند الذهاب والإيابي، هكذا. وتجب على غير معذور بعذار الجمعة وقال الإجابة إلى وليمة، والذي ذكر مسألة عذار الوليمة، وهذا مسألة إجابة الوليمة له دعية. وتجب على غير معذور بعذار الجمعة،
فإذا لو كان للرجل عذر من أعذار الجمال أيجب. فإذا في مثل هذه الأيام يعني أيام الحجر لو كان واحد في الحجر لا يجب عليه الإجابة لدعاء الوليمة. نعم بأعذار الجمال وقاضي لا يجب على قاضي الإجابة إلى وليمة عرس، هذا واجب. وليمة عرس هذا بالنسبة إلى مسألتنا، وإلا هكذا يعني كل وليمة. عملت وهذه الوليمة أعدت بعد عقد لا قبله، بعد عقد لا قبله يعني هذا في وقته على طريق السنة. إن دعاه مسلم إليها بنفسه أو نائبه الثقة إما هو دعاه مسلم، هذا قوله مسلم للقيد للاعتراض عن ذمي، فإذا لو دعاه ذمي إلى وليمته لا يجب. بل يسن إن رجا إسلامه أو كان نحو قريب أو جارد، عندئذ يسن وإلا لا يسن. إما هو دعاه بنفسه أو يعني بنائبه الثقتي، فكذا مميز دعاه مميز نائبا عنه لم يعهد منه كذبا. وأما بالدعاء الموصوفين بوصف قصده كجيرانه أو عشيرته أو أصدقائه أو أهل حرفته، ثم هذا الرجل يعني عمه من عمه هذا الداعي إن دعاه مسلم وعم بالدعاء، فإذا لو لم يعم بالدعاء بل خص بالدعاء سيأتي حكمه. أما بالدعاء الموصوفين بوصف قصده مثلا هذا جيرانه كجيرانه، فإذا هو دعا جميع جيرانه لم يترك أحدا من جيرانه بدون دعاء، أو عشيرته دعا يعني جميع أقاربه، أو أثقائه دعا جميع أثقائه هكذا وأهل حرفته هكذا. فلو كثر له عشيرته أو عجز عن الاستيعاب لفقره لم يشترط عموم الدعوة على الأوجه. فإذا هذا عشيرة أو أثقاء كثيرون جدا لا يمكن أن بل يعثر عليه دعاء الجميع، لأجل ذلك خصص البعض فلا بأس. أو عجز عن الاستيعاب لفقره، ليسوا كثيرين بل هذا رجل فقير ليس عنده مال كثير، عندئذ أو هو قلل، عندئذ لا يشترط العموم لوجوب إجابة الدعوة بل لا يشترط. بل الشرط ألا يظهر منه قصد تخصيص لغنى أو غيره، لغني أو غيره، قصد تخصيص لغني أو غني أو غيره هكذا. لكن هنا في هذه العبارة في بجيرم نقلا عن زياد التعبير هكذا لغني دون غيره هكذا، لغني دون غيره، لكن في التحفة هكذا لغني أو غيره، يعني هذا أو غيره هذا يصح. يعني مثلا التخصيص لغنى هذا مذموم في الشرع، كذلك سبب آخر لأجله خصص وهو مذموم في الشرع عندئذ لا يجب. فإذا هذا معترض قوله وأما بل خصص لأجل هذا القصد فلا يجب. ثم وأن يعين المدعو بعينه أو وصفه فلا يكفي، من أراد فليحضر، بل الشرط ألا يظهر منه قصد تخصيص وأن يعين، يشترط أن يعين المدعو بعينه. كيف يعين؟ إما في كتابته ورسالته أنت هكذا يقول، أو وصفه يعين، فلا يكفي من أراد فليحضر، هذا لا يكفي. أو أدعو من شئت أو لقيت، يعني هذا فليحضر أو أدعو، هكذا الزوج يقول لنائبه الثقة ماذا يقول له؟ أدعو من شئت، هكذا أذن له، أو قال له يحضر من شئت، أو قال أدعو من لقيت، وهذا لا يكفي. فإن عين النائب لا يجب إجابة، بل لا تسن الإجابة حينئذ لو كان هكذا تخصيص لأجل غنى أو نحوه، أو هكذا التعميم
بإحاطة تاريخي، فإذا لا يسن الإجابة له، لا يجب ولا يسن. ثم شرط آخر، وألا يترتب على إجابته خلوة محرمة. هكذا لو أجاب يكون هناك خلوة محرمة. فالمرأة تجيبها المرأة إن أذن زوجها أو زيدها للرجل، يعني امرأة أعدت وليمة. هذا فإذا يذكر المصنف هنا حكم أي يعني أحكام مسائل إجابة الوليمة مطلقا، ليس وليمة الزوج فقط. لماذا؟ هنا ذكر المرأة تجيبها المرأة، فإذا صاحب الوليمة هنا مرأة ليس زوجا، ذلك هنا ذكر يعني الأحكام بصورة عامة. إن أذن زوجها أو سيدها، سيدان لو كانت المرأة أمة للرجل. لماذا؟ هناك يترتب عليه خلوة محرمة، إلا إذا كان هناك مانع خلوة محرمة. فإذا امرأة دعت رجلا أجنبيا لوليمة، إذا لو كان هناك مانع من الخلوة المحرمة فلا بأس، كمحرم لها لها أو له، أو امرأة امرأة أخرى يعني ثقة هكذا يحتشمها. أما مع الخلوة فلا يجيبها مطلقا، فلا يجيبها مطلقا معناه إن كان الطعام خاصا به أو عاما، أيا كان لا يجيب. هذا معنى الإطلاق أي علم مما بعده. وكذا مع عدمها، مع عدمها يعني كذا لا يجيب، مع عدم الخلوة المحرمة إن كان الطعام خاصا به ببيت، وبعثت له الطعام إلى بيت آخر من دارها خوف الفتنة. لماذا بعثت الطعام، أرسلت الطعام خوف الفتنة والريبة؟ لا، أرسلت على خوف الفتنة مرتبط بقوله فلا يجيبها، هذا علة لعدم الإجابة. لا يجيبها لماذا؟ خوف الفتنة، يعني لو كانت هناك خلوة محرمة فهي هناك خوف الفتنة، لذلك لا يجيبها. هذا نصورة لعدم الخلوة المحرمة عندما يكون الطعام خاصا به، كان جلست في بيت، في بيت يعني في حجرة مثلا، هي في المطبخ ثم بعثت الطعام إلى حجرة الضيوف هكذا، وهو يجلس هناك لا يجتمع يعني بخلوة هكذا، بخلاف ما إذا لم تخف، بخلاف خلوة إذا لم، بخلاف ما إذا لم تخف، يعني تخف الفتنة، الضمير يرجع إلى الفتنة، إذن لا تخاف الفتنة هكذا، الخلوة مع أمن الفتنة فلا بأس. لماذا؟ فقد كان سفيان رضي الله عنه وأضرابه يزورون رابية الأدبية رضي الله عنها ويسمعون كلامها، فإن وجد رجل كسفيان رضي الله عنه وامرأة كرابية رضي الله عنها لم تحرم الإجابة بل لا تكره. هكذا هو استدل، والمسألة هو ما ذكر يعني أما عمل الفتنة لا يحرم بل يجيب. الخلوة تكون محرمة، الخلوة بين الرجل المرأة يعني الأجنبيين حرام مع عدم أمن الفتنة، لو كان أمن الفتنة فلا يحرم، هذا هو المسألة. لكن في استشهاد المصنف بهذه القصة يعني واقعية سفيان ورابية رضي الله عنهما وأضرابهم، فهذا منظور فيه. لماذا؟ لم يظهر من واقع من هذه الواقعية الخلوة. ممكن هذا سفيان ذهب مع رجل آخر، أو يعني هذا كما ذكر يعني سابقا هي ترسل طعاما، كذلك هي جلست في بيت من دارها، وهما يعني هذا سفيان أو غيره هو جلس في خارج البيت في بيت آخر يعني، أو في المجلس الأمامي في البيت هكذا جلس، ثم يعني تذاكر في العلم وتلقى العلم وسمع العلم وهكذا، يمكن بدون خلوة. فإذا في هذه الواقعة حقيقة لم تثبت الخلوة، لذلك الاستشهاد بهذه القضية بهذه الواقعة مشكل منظور به كما نظر فيه بعض العلماء. نعم، ومع ذلك الحكم كما ذكر. نعم، لو كان أمن الفتنة فلا يحرم ولا يكره. فلا يدعى لنحب خوف منه، هذا شرط آخر وجوب الإجابة، ألا يدعى لنحو خوف منه أو طمع في جاهه
او لاعانته على باطل هكذا او الى شبهه او دعي الى شبهه شبهه يعني هذا المال الذي اعد الوليمه منه مال شبهه هكذا عندئذ لا يجب الاجابه لئلا يعلم حراما في ماله اما اذا كان فيه شبهه بان علم اختلاطه او تعام الوليمه بحرام وان قل فلا تجب اجابه بل تكره ان كان اكثر ماله حراما متى يكره لو كان اكثر ماله حراما فان علم ان عين الطعام حرام حرمت الاجابه هكذا وان لم يرد الاكل منه لو كان هذا الطعام من المال الحرام يحرم الاجابه ليس حرمة الأكل فقط لذلك قال وإن لم يريد الأكل منه هو لا يريد الأكل بل يحرم عليه إجابة لماذا؟ لأن هذا فيه إقرار على معصية لو أجاب ففي إجابته إقرار على معصية ما هي المعصية هذا إعداد الوليمة من مال حرام نعم كما استظهره شيخنا ولا إلى محل فيه منكر كذلك ينبغي أن لا يدعى إلى مكان فيه منكر منكراني حرام ولو صغيرة أيضا لا يزول بحضوره ممكن لو حضر يزول هذا المنكر منكر عندئذ يجب عليه لماذا لإزالة المنكر لكن وهنا المفروض أن هذا المنكر لا يزول بحضوره عندئذ لا يزول ومن المنكر ثم يذكر بعض المنكرات في الولاية ومن المنكر ستر جدار بحرير وفرش مغصوبة فرش مغصوبة أو مسروقة هكذا يفرش هناك فراش مغصوب أو مسروق هكذا ووجود من يضحك الحاضرين بالفحش رجل يعني موجود هناك فكاهي يضحك الحاضرين كيف بالفحش والكذب فإن كان حرمة الإجابة يعني لو كان هناك هذا المنكر حرمة الإجابة ومنه صورة حيوان مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه فمنه يعني من المنكر صورة حيوان يعني هناك زينة إما جدار أو يعني وضع هناك صورة حيوان مصنوع من خشب كذا كذا ثم هذه الصورة مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه يعني صورة مشتملة على ما على جزء لا يمكن بقاؤه بقاء هذا الحيوان بدونه بدون هذا الجزء فإذا يوجد هناك رأس وجسد لو لم يوجد فيه رجل ولا يد وإن لم يكن لها نظير ممكن هذه صورة مخترعة لا يوجد لها نظير في عالم الحيوانات وهذا أيضا منكر كفرة بأجنحة وطير بوجه إنسان هكذا فرس بأجنحة أو يعني كصورة طير بوجه إنسان هكذا على سقف هذا صورة أين إما على سقف أو جدار أو ستر أو ستر علق لزينة الستر معلق للزينة أو ثياب نعم فإذا هكذا صورة صورة حيوان مشتملة على ما لا نعم فهذا صورة أين على سقف أو جدار أو ستر علق لزينة أو ثياب ملبوسة أو وسادة منصوبة لأنها تشبه الأصنام هذا إشارة إلى سبب النهي وهذه هذه الصورة صورة الحيوانات تشبه الأصنام فإذا نظرا إلى هذا الشبه صار التصوير منهيا التصوير منهي لماذا؟ لأجل هذا الشبه فإذا لا حاجة إلى أن تكون الصورة تعبد لأن يكون التصوير منهيا تصوير منهي سواء كانت الصورة تعبد أو لا تعبد لأجل هذا الشبه نعم ثم فلا تجب الإجابة في شيء من الصور المذكورة بل تحرم نعم فإذا هذا حكم الإجابة مختلف في بعض الأحيان لا يجب بل يسن في بعض الأحيان يعني لا يسن إلا في بعض الأحيان يكره وفي بعض الأحيان يحرم هكذا في بعض الأحيان يجب لإزالة المنكر كما ذكر ثم مع وجود المنكر
ثم بل تحرم ولا أثر بحمل النقد الذي عليه صورة كافرة. فإذا هناك يحمل النقد فيه صورة كاملة لحيوان كذا كذا، إذا لا حاجة لا يضر. لماذا؟ لأنه للحاجة، لأن الحمل للحاجة، ولأنها ممتهنة بالمعاملة بها، يعني هذه الصورة ممتهنة بالمعاملة بها يعني بالنقود، عندما يعامل بالنقد كأنه مهان فلا بأس. ويجوز حضور محل فيه صور تمتهن كالصور ببساط يداس ومخدة إن ينام أو يتكئ عليها، نعم ينام عليها أو يتكئ عليها، نعم. فإذا وهذه الصورة متى يحرم الحضور عند وجودها؟ لو لم تمتهن الصورة، لو تمتهن الصورة فلا يحرم. هذا الذي ذكر مثال أولا في النقد صورة، على النقد صورة ممتهنة، كذلك يجوز حضور محل فيه صورة تمتهن كالصور ببساط يداس، والذي سبق يعني هذا مخدة، لا بسادة، نعم، أو جدار كذا كذا ذكرنا يعني، أو ستار، أما هذا بساط مفروش على الأرض يداس فلا بأس، ومخدة ينام أو يتكئ عليها فلا بأس، وطبق طبقان هذا طبق الآنية أواني غطاء الآنية عليه يوجد، وخيوان خيوان نوع من الإناء، ثم وقفات وإبريق ممكن يوجد على سطح هذه صورة حيوان فلا بأس للحضور. وكذا إن قطع رأسها، لماذا؟ لزوال ما به الحياة، ما يكون به الحياة، لا تبقى الحياة بدونهنا. ويحرم ولو على نحو عرل تصوير حيوان. فإذا والذي تبقى حكم الحضور، أما ما هو حكم التصوير؟ حكم التصوير هذا ولو على نحو عرل تصوير حيوان، هذا يحرم هكذا قال، لكن ذكر في التحفة بل هو كبيرة لما فيه من الوعيد الشديد. إذن ورد في الحديث من الوعيد أن هذا المصور يؤمر يوم القيامة في المحشر بإحياء هذه الصورة. لماذا؟ وهنا هذا الأمر لإظهار استقلاله تعالى بوصف الخلق. ومع ذلك يكون فيه تعذيب للمصور، نعم. وهكذا ورد وعيد شديد، لذلك يحرم التصوير. وإن لم يكن له نظير كما ذكرنا يعني صورة فرس بأجنحة كذا كذا، نعم. يجوز تصوير لعب البنات، يعني لعبة البنات، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم كما في مسلم. فحكمته يعني حكمة الجواز تدريبهن أمر التربية، نعم. فإذا هذا لعبات البنات فقط، ليس لعبات مطلقة لعب الأولاد، لا، بل هذا لعب البنات. فإذا ممكن هذا لعبة تكون على صورة ولد، ثم هذه البنت يعني تأخذها فتضعها في حجرها، ثم تلعب كأنها تربيها، تحضنها، توكلها، تشربها، هكذا هكذا. فإذا وهذا جائز لا بأس. ولا يحرم أيضا تصوير حيوان بلا رأس خلافا للمتولي رحمه الله. ويحل الصوغ حلي ونسج حرير، لأنه يحل للنساء،
نعم، هذا الرجل يسوق حليا من الذهب هل يجوز؟ نعم، كذلك ينسج حريرا هل يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه يحل للنساء. فإذا ينبغي أن يكون هذا سوقه أو نسجه لأجل من يحل، أما لو كان لأجل من لا يحل فماذا حكمه؟ حكمه حرام كما يذكر. نعم، صنعته لمن لا يحل له استعماله حرام، ولو دعاه اثنان أجابا، أجاب أسبقهما دعوة، يعني الوليمة في وقت واحد، فإذا أجيب أسبقهما دعوة، فإن دعاياه معا أجاب الأقرب رحما فدارا ثم بالقرعة. فإذا لو كان هناك، لو لم يكن هكذا الأقرب بل هما مساويان فيقرأ وبالقرعة، ثم وتسن إجابة سائر الولائم كما عمل للختان والولادة، للولادة يعني هذا وليمة، فهذه الوليمة إما يكون بالعقيقة أو بدون العقيقة. نعم، بعض الناس يعني يذبحون العقيقة أو يجعلون بها وليمة الولادة يعني. ثم وسلامة المرأة من الطلق، هذا يعني هذا خاص، وقدوم المسافر وختم القرآن وهي مستحبة في كلها، نعم في كل هذه. نعم، فإذا ذكرنا يعني مسألة التصوير، إذا هناك اختلاف لبعض العلماء في مسألة تصوير صورة لو لم تكن للصورة حجم، حجم يعني إذا عند المسح باليد لا يظهر له حجم، هل يحرم أو لا يحرم؟ لأجل ذلك بعض رخص في التصوير بالتكنولوجية فوتوغرافي، بعض العلماء رخصوا، أما بعض من العلماء شددوا، مثلا إمام أهل السنة في الهند علامة أحمد الله رحمه الله وكان متشددا في المنع، وكذلك كان يوجد في بلدنا مليبار، حتى الآن يوجد، لا يزال يوجد بعض يمنعون منعا باطنا سواء كان بحجم أو بدون حجم، فهذا هو الاحتياط حقيقة. لذلك من يصور بهذه التكنولوجيا، تكنولوجيا فوتوغرافي بدون حجم، يصور لحاجة فقط ويتحذر ويحترز ويريد أن يخرج من خلاف هذا الناهي، هذا المانع من العلماء من أنباتا وهو أحسن. فروع، يندب الأكل في صوم نفل ولو مؤكدا لإرضاء ذوي الطعام بأن شق عليه إمساكه ولو آخر النهار للأمر بالفطر. فروع، يندب الأكل في صوم نفل، في صوم نفل يعني في نهار صوم نفل، يندب الأكل معناه هو يفطر الصوم ويأكل، متى هذا؟ ولو مؤكدا، يعني لو كان هذا الصوم صوما مؤكدا يندب الأكل. لماذا يندب؟ لإرضاء الطعام، لإرضاء الطعام يعني صاحب الطعام. فإذا رجل دعي إلى طعام والمدعو صائم، فماذا يفعل؟ وهو يجيب ثم لا يترك الطعام بل يتناول الطعام متى؟ بأن شق عليه إمساكه. نعم، هذا لإرضاء صاحب الوليمة، صاحب الطعام، صاحب يعني الوليمة أو يعني هو ذهب ضيفا إلى آخر ما كان هناك وليمة، فإذا المضيف
يشق عليه إمساكه، يعني استمراره على الصوم. الضيف الذي استمر على الصوم ولم يأكل من طعام المضيف يشق عليه، عندئذ هو يفطر الصوم ويأكل منه. لكن هذا يشق عليه، هذا تصير للإرضاء. متى يكون إرضاء؟ لو شق عليه على ذي الطعام إمساكه إمساء الصائم، ولو آخر النهار، ممكن يبقى ساعات أو ساعتان هكذا. وهذا الصائم لا يريد الإفطار عنده، إذا لو كان يريد الإفطار عنده فلا بأس، يعني وهو يفطر ويتعشى عنده هكذا، فهذا لا يريد الإفطار عنده بل يغادره، عندئذ يأكل ثم يفارقه هكذا للأمر بالفطر. هذا لماذا؟ للأمر بالفطر، يعني أمر وارد بالحديث. هذا فيما أذكر رواه البيهقي رحمه الله. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصائمين حضروا في طعامه، إذا الصائم قال إني صائم، فإذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يتكلف أخوكم المسلم، يتكلف أخوكم المسلم أنتم تقول إني صائم، فأفطر وقل يوما مكانه، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للإفطار، أفطر وقل يوما مكانه. هذا ويثاب على ما مضى. فإذا لو أفطر هكذا لإرضاء صاحب الطعام له ثواب على ما مضى من إمساك الصوم، بخلاف الإفطار لغير هذا العذر. إذا لو أفطر بسبب آخر لا يثاب على ما مضى، أما هنا يثاب على ما مضى، يعني من مباشرته للعبادة. وقضى ندبا يوما مكانه، يعني إن شاء فيقضي يوما مكانه، يعني بهذا الإفطار لا يتم صومه بل فاته ذاك الصوم، لأجل ذلك يقضي يوما مكانه إن شاء. نعم. فإن لم يشق عليه إمساكه، الفطر لا يكون لإرضائه. فإن لم يشق عليه إمساكه، لم يندب الإفطار بل الإمساك أولى. قال الغزالي رحمه الله: يندب أن ينوي بفطره إدخال السرور عليه. فإذا ينبغي الإفطار لأجل الإرضاء خالصا. متى يكون للإرضاء؟ لو نوى الإرضاء وإدخال السرور في قلب صاحب الطعام، بهذه النية يفطر، عندئذ يثاب على ما مضى ثم يقضي يوما مكانه. ويجوز للضيف أن يأكل مما قدم له بلا لفظ من المضيف. فيما يلي يذكر المصنف بعض آداب أكل الطعام، آداب تناول الطعام. فإذا يجوز للضيف، الضيف يعني ليس قيدا بل من حضر عنده طعام غيره، إما بدعوة أو بعلمه برضا صاحب الطعام. من حضر عنده طعام غيره، كيف حضر؟ ثم هو يعلم رضا ذلك، يجوز له أن يأكل مما قدم له بلا لفظ. ما قدم له على طريق الإباحة يأكل بلا لفظ من المضيف أو إشارة منه هكذا. نعم. إن اندلر غيره، هذا المضيف يندلر غيره أيضا. هذا رجل جلس
أولئك أمامه طعام، وهذا المضيف ينتظر رجلا آخر أيضا، عندئذ لا يجوز له أن يأكل منه، لم يجوز قبل حضوره إلا بلفظ منه. فإذا لم يحضر، لكن هذا المضيف قال كل، يجوز عنده الأكل، إما بلفظه أو بإشارة. ذكر الحلبي في حاشيته لا يخفى أن مثله الإشارة، يعني مثل اللفظ الإشارة. ثم عند هذا الإذن ينبغي ألا تدل قرينة على أنه أن الإذن حياء ونحوه، يعني لو كان الإذن لهذا الرجل على طريق الحياء أو بسبب الحياء وغيره فلا يجوز، بل بعد حضوره يجوز. وصرح الشيخان بكراهة الأكل فوق الشبع، فآخرون بحرمته، يعني عندما يأكل طعام آخر كم يأكل؟ يأكل أكثر من الشبع وهو مكروه عند الشيخين، وعند بعض هذا حرام. إذن ما معنى الشبع؟ هناك شبع شرعي، شبع شرعي بين يعني الشرواني في أوقات الصلاة عند بيان مسألة وقت المغرب، هناك بين الشبع الشرعي فيه خلاف، يعني ما يقيم الصلب لمثل القيام لفرض الصلاة، هكذا قال البعض، وهذا ليس براجح، لكن الراجح هو ثلث البطن وهو الشبع الشرعي، الشبع الشرعي ما يملأ ما يكون ثلث البطن فقط، أما ما يزيد عليه فهو أكثر من الشبع، لكن ليس ذاك مرادا هنا. المراد بالشبع هنا ذكر في فتح الجواد، يعني يظهر لبثه بأن يصير بحيث لا يشتهي ذلك المأكول، يعني قضاء شهوته لهذا الطعام. هذا الحد هو ضابط الشبع هنا، فوق ذلك مكروه أو حرام. هذا في فتح الجواد. وذكر في المغني فحد الشبع ألا يعد جائعا، يعني هدوء الجوع، فهذا يكون أقل مما ذكر في فتح الجواد. هدوء الشهوة، ذهاب الشهوة إلى هذا، الرغبة إلى هذا الطعام، يكون أكثر من هدوء زوال الجوع. عبارة الشرواني قوله فوق الشبع أي المتعارف للمطلوب شرعا، وهو أكل نحو ثلث البطن. المتعارف يعني العرف بين الناس، ما هو معنى الشبع في العرف؟ في العرف هذا ما ذكر في المغني، ألا يعد جائعا، هذا يكون، أو يعني على الأكثر يأكل يعني إلى حد ذهاب شهوته رغبته إلى هذا الطعام، فوق ذلك مكروه أو حرام، الراجح أنه مكروه. فورد بسند ضعيف زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل، هذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الزجر ورد مطلقا أيضا، الاعتماد على يده اليسرى، فكذلك وضع اليد اليسرى فوق الظهر هكذا، فكذلك هذا ورد في الجلوس في الصلاة، إذن هكذا جاء مطلقا ومقيدا بحالتين، صلاة
جلوس الصلاة وكذلك جلوس الأكل. نعم. وهنا ذكر هذا المقيد بسبب هذا السياق، يعني هو يذكر مسألة الآداب الأكل، لذلك ذكر. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجلوس بأنه جلسة الشيطان، نعم، يعني يكون فيه نوع التكبر، لذلك قال مالك رضي الله عنه هو نوع من الاتكاء. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء وقت الأكل، لا يأكل متكئا. ما معنى الاتكاء؟ له صور، من هذه الصور هذا الجلوس، يعني معتمدا على يده اليسرى. نعم. فالسنة للأكل أن يجلس جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، هكذا يجلس، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، يعني هذا الجلوس ليس على الكرسي، بل الجلوس على سطح الأرض هو السنة. ثم بعد ذلك عندما يجلس كيف يجلس؟ لا يجلس على البساط، يعني لا يضع اليتيه على البساط، بل يضع اليتيه على ركبتيه، يعني لا على ظهر قدميه، نعم، يضع اليتيه على ظهر قدميه ويجلسي على ركبتيه ثم يكون. لماذا؟ عندئذ لو جلس هكذا لا يستطيع أن يطول الجلوس، عندئذ يقلل الأكل، لذلك يسن هذا الجلوس، يعني في هذه الهيئة توجد هذه الحكمة، حكمة تقليل الأكل، يجلس على ركبتيه وظهور قدميه، نعم. وينصب أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى، هذا سورة النمر، كلاهما ثابتان في الحديث. أو ينصب رجله اليمنى، يعني هكذا ينصب ثم يجلس على يده على رجله اليسرى. فإذا الجلوس إما على رجله اليسرى أو على ظهر قدميه، هكذا هذان سنة. ويكره الأكل متكئا، هذا الذي أشار إليه الإمام مالك رضي الله عنه، هذا مكروه. فإذا تلك الجلسة أيضا مكروه، يعني اعتماد الرجل على الرجل على يده اليسرى، هذا الرجل ليس بقيد، بل هذا الأكل لو كان رجلا أو امرأة يعتمد الشخص على يده اليسرى هو من الاتكاء عند الأكل وهو مكروه. ما معنى الاتكاء؟ والذي سبق سورة منه. فإذا الاتكاء كما في الحديث، أما أنا فلا آكل متكئا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا فلا آكل متكئا. ما معنى الاتكاء؟ أي جالسا جلوس المتربع ونحوه من الهيئات التي تستدعي كثرة الأكل. فإذا كل جلسة ما يريح ويقتضي كثرة الأكل هو اتكاء وهو مكروه. فإذا ينبغي أن يجلس جلسة تقتضي قلة الأكل، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. فإذا لو جلس على رجله يؤلمه طول الجلوس، فإذا هو يكتفي بقلة الأكل، نعم. وهو المعتمد على غطاء تحته، هذا متربع ونحوه، يعني هو يعتمد على غطاء، يعني على بساط تحته، لا يعتمد على رجله ولا على ظهر قدمه، فهذا هو مكروه. وملتجئا، يعني يكره الأكل ملتجئا أيضا إلا فيما ينتقل به، نعم، يعني هذا الطعام لو كان مما ينتقل به من نحو فاكهة أو شوكولاتة هكذا،
عندئذ يجوز لك كل مرتجع يعني. فإلا لا يكره لك كل مرتجع يعني. لو كان مما يندى الطعام مما ينتقل به لا يكره مرتجع يعني. ثم لا قائما أنه لا يكره الأكل قائما والشرب قائما خلاف الأولى. فإذا الأكل قائما ليس بمكروه ولا بخلاف الأولى، هذا يعلم من السياق. لماذا خلاف الأولى قيد به الشرب وقال والشرب قائما خلاف الأولى، معناه ليس الأكل قائما خلاف الأولى أيضا، بل ليس مكروها ولا خلاف الأولى، بل هو مباح. أما الشرب قائما خلاف الأولى ويسن للأكل. إذن هذا بين كيفية الجلوس عند الأكل. ثم القيام يعني الأكل قائما ليس بمكروه ولا خلاف الأولى، بل السنة أن يأكل قائما. لا أي السنة أن يأكل جالسا. السنة أن يأكل جالسا، ومع ذلك لو ترك الجلوس وقام أكل لا يكره ولا يكون خلاف الله، بل يكون خلاف السنة. هناك تفاوت بين خلاف الأولى وخلاف السنة. ثم بعد آداب آكل الطعام، ويسن للآكل أن يغسل اليدين والفم قبل الأكل وبعده. غسل اليد الواحدة لا، بل غسل اليدين. غسل اليدين مطلقا سواء يحتاج إلى اليدين أو لم يحتاج إلى اليدين. ممكن هو يريد أن يأكل بيده اليمنى فقط، يعني هذا طعام شيء واحد قليل فقط مثل الوجبات، إذا لا يحتاج إلى اليدين بخلاف اللحم وغيره مما يحتاج في أكله إلى يديه. فإذا يريد أن يأكل بيده اليمنى عندئذ أيضا يغسل يديه. يغسل يديه لماذا؟ هذا مظنة استعمالها. أولا لا يحتاج، هذا ظنه، لكن هو مظنة استعمالهما، لذلك يغسل يديه. ثم يغسل الفم أيضا متى؟ قبل الأكل وبعده. قبل الأكل لأجل الأكل وهو يغسل. ممكن يكون يداه نظيفتين وفمه نظيف، ممكن هو تولى وفرغ من وضوئه، عندئذ هذا يده نظيف كذلك فمه نظيف، ومع ذلك يسن غسل اليدين والفم لأجل الأكل، هذا هو المسن يثاب عليه قبل الأكل ثم بعده أيضا. وكذلك يعني هذا تخليل أيضا، تخليل الأسنان كذلك، السواك أيضا لم يذكر هنا لكن ذكر عندما بين موالع سنة السواك بين العلماء يعني بعد الأكل هو يستاك وكذلك يخلل الأسنان هكذا ينظف تماما. كل هذا سنة يثاب عليه. ثم ويقرأ سورة الإخلاص وقريش بعده. يقرأ سورة الإخلاص وسورة قريش بعده بعد الأكل. هذا سورة قريش، قراءة سورة قريش بعد الأكل من فوائده ذكر العلماء أنه لا يضر هذا الطعام. الطعام ممكن فيه مضرات للجسد، وهذا يقي صاحبه من مضرات الطعام هذه السورة سورة قريش، لذلك يقرأ دائما. ثم الإخلاص أيضا هذا فوق يعني أذكار الأكل. هناك ذكر للأكل أولا يعني البسملة، ثم بعده الحمد على الأقل الحمد لله، أو يعني بالتفصيل الحمد لله الذي
أطعمنا هذا وسقناه بغير حول مني ولا قوة. هذا بالتفصيل. وكذلك عند الشرب الحمد لله الذي جعل الماء عذبا فراتا ولم يجعله ملحا أجاجا. هذا يعني الحمد للشرب مفصلا. الحمد لله الذي جعل الماء عذبا فراتا ولم يجعله ملحا أجاجا. نعم. فهكذا يعني أذكار. ومعه يقرأ الإخلاص والخشوع. ولا يبتلي ما يخرج من أسنانه بالخلال. بعد الأكل يسن التخليل. فإذا بالخلال آلة التخليل يخرج مما بين أسنانه من بقية الأطعمة. هذا لا يبلعه بل يرميه يعني يلفظه. لو كان يخرج بالخلال بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينها فإنه يبتليه. فإذا لو كان يخرج ما بين الأسنان من الطعام بلسانه لا يبتليه بل لا يعني يبتليه. لو كان يخرج بلسانه يبتلي. لو كان يخرج بخلاله لا يبتلي بل يلفظ. هكذا فرق. لماذا؟ لأن ما يخرجه بخلاله يعتبر يعني يعتبر فضلة. أما ما يخرجه بلسانه لا يعتبر فضلة. يعني هذا اللسان مما يساعد يعني ملغ الطعام. فإذا هذا اللسان ليس آلة التنظيف بخلاف الخلال. هذا هو الفرق. ويحرم أن يكبر اللقمة مسرعا حتى يستوفي أكثر الطعام ويحرم غيره. فإذا هو يأكل الطعام ومعه رجال. فإذا هو يجعل اللقمة كبيرة مسرعا ثم يسرع في الأكل. لماذا هذا التكبير والإسراع كلاهما حتى يستوفي أكثر الطعام؟ لأن يأخذ أكثر الطعام ويحرم غيره لأجل ذلك. وهذا حرام. فإذا لو لم يكن هذه النية لا يكون حراما. يعني هو عادته هكذا يكبر اللقمة أو يسرع الأكل هكذا عادته. هو أكل على عادته لكن ليس في نيته أن يحرم غيره فلا بأس. ذكر كذا لا يجوز أكل لقم كبار مسرعا في ملغها وابتلاعها إذا قل الطعام لأنه يأكل أكثره ويحرم غيره. ثم ولو دخل على آكلين فأذنوا له لم يجوز له الأكل معهم إلا إن ظن أنه عن طيب نفس لا لنحو حياء. فإذا ينبغي أن يتحرى هذه الآداب عند الأكل. الغسل غسل اليدين والفم قبل الأكل والبسملة ثم بعد ذلك. أو هذه الآداب يعني عند الأكل جماعيا. ثم يأكل يعني إلى السبع. لو كان يأكل من طعام نفسه أو من طعام غيره الأفضل أن يشبع شبعا شرعيا فقط. فالذي يزيد عليه مذموم شرعا. ثم هكذا يعني رجل دخل على آكلين ولو دخل على آكلين فأذنوا له لم يجوز له الأكل معه. يعني هو وصل إلى بيت فالناس يعني يأكل فأذنوا له أن يأكل معهم. هل يأكل معهم؟ يجوز له أن يأكل معهم إلا إن ظن أنه عن حياء. لو كان الإذن عن حياء لا يأكل معه بل هو يعتذر ويتخلف. لو كان هذا الإذن عن طيب نفس هكذا يظنه
يكوي إلا لا يكوي. ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أو هرة إلا إن علم رضا الداعي. مثلا هذا رجل هو ضيف أو يأكل من طعام غيره على طريق الإباحة هو أباح طعامه، عندئذ جاء سائل يتسول هل يعطيه من هذا الطعام أو يعني هذه هرة تدور عليه هل يلقي لها شيئا؟ لا، هذا ليس بجائز إلا إن علم رضا الداعي يعني رضا صاحب الطعام يجوز وإلا لا يجوز. فإذا هذا بالنسبة إلى السائل أو الهرة، فإذا هذا أكثر من واحد يأكلون طعام غيره، فإذا هذا واحد يلقي لآخر يعني هكذا يأخذ ويلقي هكذا يفعل، فهذا جائز. لماذا؟ يكون فيه رضا. نعم، أما هذا لا يكون رضا غالبا، لذلك إلا إن ظن رضا الداعي جائز وإلا لا. ويكره للداعي تخصيص بعض الليفان بطعام نفيس. فإذا عندما يجلس الليفان يؤتي لواحد أو اثنين أو لبعض منهم طعاما نفيسا، هذا مكروه. متى يكون هذا مكروها؟ إن خشي منه لغينة، هكذا ذكر في التحفة. ما معنى اللغينة؟ يعني كسر انكسار خاطر الغير، اللغينة يعني المشقة في القلب. فإذا لو خصص بعض الضيفان هكذا والآخر يشتهي إلى هذا الطعام يرغب إليه وينكسر قلبه ويحزن، عندئذ يكره وإلا لا يكره. ممكن يكون هذا رجل ما مثلا هذا والده أو يعني شيخه أستاذه، كل يحترم كل يرغب أن يخصص بطعام، عندئذ لا يكون هكذا لغينة فلا يكره. ويحرم للأعراضل أكل ما قدم للأماثل، فإذا على مائدة واحدة هكذا قدم طعامان للأمثل للأفضل طعام نفيس أو لغيره طعام غيره، عندئذ فهذه الأعراضل غير الأماثل لا يأخذون من طعام الأماثل من الطعام النفيس الذي خصص به بعض الضيفان، هذا أيضا حرام. ولو تناول ضيف ضيف إناء طعام فانكسر منه، يعني رجل أعطي في كوب إما شاي أو عصير أو يعني شراب هكذا، أو يعني هو أخذ هذا ملعقة أو كذا كذا شيئا من أواني صاحب الطعام فانكسر منه، إما سقط من يده أو هكذا، فإذا ضمنه تضمن وهو يشتري بدله إناء ويعطيه وهو ضامن. كما بحثه الزركشي رحمه الله. لماذا؟ لأنه بيده في حكم العارية، وهذا الإناء في حكم العارية وفي العارية عليه ضمان، لذلك وهو ضامن. ثم ويجوز للإنسان أخذ من نحو طعام صديقه فعلى أن رضا مالكه بذلك. هل يجوز نقل الطعام؟ هذا أخذ الطعام معناه أن يأخذ منه ويذهب به ويحمله إلى بيته هكذا. هل يجوز مثلا رجل دعي إلى وليمة فإذا هو أكل ثم بعد ذلك يأخذ من هذا الطعام بعض الأشياء ويذهب به ويحمله، هل يجوز؟ لا يجوز هذا أيضا، حمل يعني أخذ، يعني هذا أخذ للأكل، ليس أخذ للأكل بل المراد به الحمل من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه، مع ظن رضا مالكه بذلك. نعم، لو كان يرلا فلا بس. مالك أولا قال صديق ثم ذكر مالك، يعني مرادهما واحد، هذا الغير المراد به صاحب الطعام. ثم ويختلف بقدر المأخوذ وجنسه، ممكن هذا الرلا يختلف بقدر المأخوذ وبقدر أو
اختلاف جنس المأكول ممكن هو يرلى لو حمل طعام، عندما يحمل طعام آخر ممكن لا يرلى، لو حمل الخبز هو يرلى، لكن لو حمل اللحم لا يرلى، هكذا عند الاختلاف. أو يعني لو يحمل مقدار لو أكثر في المقدار لا يرلى، لذلك قال للتنبه ذكر هذا. وبحال المضيف أيضا يختلف، يعني لو كان موسرا هو يرضى عادة لو كان غنيا، أما المعسر أو المتوسط في الحال ممكن لا يرضى. الغني الكبير لو أخذ من طعامه أي مقدار أو أي نوع جنس هو يرضى عادة، هكذا يختلف. ومع ذلك ينبغي له مراعاة نصفة أصحابه، فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طيب نفس لا عن حياء. ومع ذلك ممكن هذا صاحب الطعام يرضى، ومع ذلك مراعاة نصفة أصحابه يعني قسمة أصحابه، يجب هناك النظر إلى ما إلى قسم أصحابه إلى نصيب أصحابه، ثم ما يكون داخلا في قسمته ونصيبه حسب هذا التقسيم فرلا يأخذ، أكثر من ذلك لا يأخذ، فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به من هؤلاء الأصحاب عن طيب نفس. هذا عند الرضا هذا واجب، ينبغي أن يكون الرضا في مع طيب نفس، لو كان الرضا عن حياء لا يجوز، لا يعتبر هذا الرضا رضا، هذا ليس هنا في جميع أحكام أو في جميع أبواب اعتبار الرضا، ينبغي أن يكون الرضا بطيب نفس وإلا لا يعتبر عن رضا. نعم، يعتبر في جميع أبواب الرضا أن يكون بطيب نفس وإلا لا يعتبر هذا رضا شرعيا. نعم، لا عن حياء. وكذا يقال في حيران أهل التمرتين، حيران يعني مقارنة بين تمرتين في لقمة واحدة، يعني هو يأكل واحدتين من كل تمرة من التمر، هذا التمر يعني مثال أو بسكوت أو شيء آخر حب آخر أيا كان، عندما يأكل جماعة مع الجماعة لا يقارن بين واحدتين حبتين من تمر أو رطب أو بسكوت أو شيء آخر أو قطعة لحم، هكذا هكذا. وكذا يقال معناه هذا يحرم لو لم يعني يعلم يظن رضا صاحبه، فكذلك ينبغي يعني يجب، ينبغي بمعنى يجب مراعاة نصفة أصحابه، وهذا يعني نظيره نظير يعني تكبير اللقمة، تكبير اللقمة حرام لأجل يعني حرمة غيره، كذلك هو يفعل هكذا. أما عند الشك في الرضا وهو يشك فيحرم الأخذ كالتطفل، أخذ يعني حمل الطعام، لو كان برضا مالكه يجوز إلا يحرم، يحرم الأخذ يعني حمل الطعام كالتطفل يعني كحرمة التطفل ما لم يعم. ما معنى التطفل؟ التطفل معناه حضور الوليمة من غير دعوة، هذا هو التطفل، حضور وليمة ليس قيدا يعني حضور لطعام آخر بدون دعوة، هذا تطفل حرام ما لم يعم، يعني لو كان الطعام عاما فلا بس، كيف يكون عاما؟ كمن فتح إن فتح كأن فتح الباب ليدخل من شاء، رجل يعني أعد طعاما وفتح بابه ثم ليدخل من شاء، عندئذ يدخل ويأكل ويرجع فلا بس، هذا عام. هناك تطفل يعني بدون دعوة لا يحرم الدخول بل يجوز. ولو ولزم مالك طعام الطعام مضطر،
عبر قد رمقه إن كان معزوما مسلما أو ذميا فإن احتاجه مالكه مآلا. هذا وجوب إطعام وجوب الإطعام لغيره. رجل عنده طعام يجب عليه إطعام غيره، متى يجب؟ هذا الذي يذكر. ولزم مالك طعام، هو يملك الطعام. ثم إطعام مغتر، مغتر يعني محتاج. قدر سد رمقه، سد الرمق ما معنى سد الرمق؟ الرمق يترك على الروح أيضا، فإذا ما يبقي روحه المغتر يعني لو لم يطعم يموت، فإذا يجب عليه إطعامه لبقاء روحه. هذا الرمق بفتحتين بقية الروح، وقد يطلق على القوة، وهنا ليس القوة، قوة يعني ما يبقى من القوة. ويأكل المضطر من الميتة ما يسد به قوته، ما يمسك قوته ويحفظها. فإذا هذا الرجل يجوز له أكل الميتة إلى هذه الحالة أوصلت حاله، عندئذ يجب على غيره مما يملك الطعام إطعامه. كم يطعم سد رمقه يعني يبقى أرواحه، متى يجب على؟ إن كان معصوما، رجل معصوما مضطر، هو معصوما مسلما مسلما أو ذميا. نعم، إذن لا يشترط فيه الإسلام بل يشترط فيه العصمة فقط. وإن كان وإن احتاجه مالكه مآلا، ممكن هذا الرجل يحتاج إلى الطعام مآلا يعني مستقبلا. فإن احتاجه مالكه مآلا. وكذا بهيمة الغير المحترمة، وكذا بهيمة الغير المحترمة، فإذا يجب عليه أن يطعم بهيمة غيره لو كانت مضطرة قدر سد رمقها. نعم، فإذا لو كانت البهيمة لنفسه فهي داخلة مما تجب عليه النفقة. رجل شخص يجب عليه نفقة بهيمة نفسه، لذلك هو شرط هنا أو قيد هنا بقوله بهيمة الغير. نعم، ثم بخلاف حربي، لماذا؟ ليس معصوما، فمرتد وزان محسن وتارك صلاة وكلب عقور، كل هذا محترز من قوله معصوما. حربي ليس معصوم، مرتد ليس معصوم، زاني محسن ليس معصوم، لماذا؟ يستحق الرجل فيقتل. تارك صلاة ليس معصوما، كلب عقور ليس معصوما، أما كلب غير معقور هو معصوم، نعم يجب إطعامه. فإن منع فله أخذه قهرا، فإذا هذا رجل مضطر. وإن آخر طعام هو لا يأتي بل يمتنع، فله أخذه يعني للمضطر أخذ هذا الطعام قهرا بعوض إن حضر، لكن هو يأخذه قهرا بثمن فقط ليس مجانا. لو كان عوض موجود حاضر عنده لعبل ناجز يؤتي العبل ويأخذ الطعام قهرا، وإن لم يكن ماله حاضرا، يعني العبل لو لم يكن حاضرا فنسيئة معناه مؤجلا. نعم، نسيئة معناه مؤجلا، فإذا يجب عليه الثمن. نعم، يعني لأجل القاهر آخره قاهرا لا يكون آثما، هذا معنى. ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض له لتقصيره. مثلا هذا رجل مضطر أطعمه مالك طعام بدون ذكر العوض، لم يذكر عند الإطعام هل الإطعام بعوض أو بدون عوض، إذن لا يكون له عوض. ولم يذكر عوضا فلا عوض له لتقصيره في عدم ذكر العوض. ولو اختلف بذكر العوض صدق المالك بيمينه. ويجوز نذر نحو سكر وتنبل وتركه أولى، ويحل التقاطه للعلم برضا مالكه ويكره أخذه لأنه دناءة. فهذا مثلا مما يتعلق بالوليمة والأفراح، يعني في أوقات الأفراح الناس ينثرون يرمون يعني سكر أو يعني شوكولات أو يعني هكذا أشياء، تنبل هكذا ينشر يرمى به بين الناس. هل يجوز هذا؟ نعم، هذا جائز.
او دينار او درهم ثم من ذكر به يظفر به هكذا لاجل ذلك ينشر هذا نذر جائز نحل سكر وتنبل كاللوز ودنانير ودراهم هكذا اضافه زاد التحفه اللوز او تركه او لا لماذا هذا يؤدي الى المساهمه بين الناس فكذلك هذا ليس امرا جيدا بل فيه اهانه يعتبر هذا إهانة لذلك تركه أولى ويحل التقاطه للعلم برضا مالكي هكذا لو نفر هل يجوز لأحد التقاطه وأخذه نعم يجوز لكل أحد التقاطه وأخذه حلال ومع ذلك يكره أخذه فإذا هذا ترك النثر أن نثر خلاف الأولى الأخذ مكروه هكذا تختلف نعم ويكره أخذه هكذا النثر خلاف الأولى لكن أخذه حلال مع الكراهة يكره أخذه لأنه دناءة يعني يعتبر في حقه ذلة ودناءة وهذا متى يكون يعتبر دناءة ويكره أخذه يعني لو كان مما لا يليق به هذا الشخص لا يليق به وإلا لا يكره مثلا هؤلاء الأطفال الأولاد هم يلتقطون بالنسبة إليهم هذا يعتبر لعبا فرحا هذا لا بأس به هكذا العلماء قيدوا لو كان مما لا يليق به يكره أخذه لأنه يعتبر في حقه دناءة ثم مسألة أخرى هذا مسألة تابع لي حرمة أخذ مال الغير هنا ذكرنا فيما سبق أنه لا يجوز له أخذ أكل أخذ من طعام الآخر إلا برضاه تابعا له يذكر مثلا أخذ على السمك أخذ فرخ الطير هكذا ويحرم أخذ فرخ طير عشش بملك الغير هذا الطير عشش بملك الغير يعني عشه بيته في ملك آخر يعني في شجرة على شجرة من أرض رجل آخر هناك عشش طير ثم بعد ذلك هذا الطير بال فيه ثم فرخ منه بيض يعني فرخ هكذا عندئذ يحرم أخذ هذا الفرخ فإذا متى يجوز أخذه يعني هذا الفرخ كبر ثم جاء وعشش في ملك نفسه يعني في شجرة من ملك نفسه يجوز له وإلا لا يجوز له كذلك سمك يعني يحرم أخذ سمك دخل مع الماء حوله حول الغير ممكن هذا نهر عام أو غدير عام يكون منه مثيل إلى ملك رجل آخر فإذا سمك دخل مع هذا الماء حوله أو أرله أيجوز لآخر أخذه